كلمتين على الماشي. جالي كومنت بسطني جدا جدا جدا، كنت مبسوطة قوي وانا بقرأه. بيقول: انتي ليه مش بتطلعي كل يوم؟ احنا بنحب نسمع معلوماتك ونشوف الوجبات اللي انتي بتعمليها، بجد بنستفاد منك كتير. بقول لكم بجد ربنا يكرمكم، جزاك الله كل خير على الثقة دي، وان شاء الله الثقة دي دايما تكون بينا يا رب، وتكون فعلا الفيديوهات بتفيدكم وتستفيدوا منها، والوصفات اللي انا بقدمها لكم وبتجربوها للحيوانات بتاعتكم بتكون مفيدة بإذن الله. لي سؤال: لما انت بتقولي ان الدراي فود مضر للقطط، ليه بتأكليه للقط بتاعك؟ اولا انا قلت الدراي فود بيتاكل مرة واحدة بس في اليوم، يا اما الصبح يا اما بالليل، ما قلتش نعتمد عليه طول الوقت. لو اعتمدنا على الدراي فود كوجبة اساسية طول الوقت القطط تاكلها وما ندخلش معاها اي اكل تاني، ده هنا الاضرار بتاعته بتبان على القط، بيعمل له حصوات على الكلى واضرار تانية، مشاكل كتير احنا اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي قبل كده، عشان بس مطولش عليكم. انما الدراي فود بيبقى ليه فوائد لو القط اكله مره واحده بس في اليوم، وبتكون على قد راس القط، يعني راس القط اهي بناخد كبشه كده وبنحطها يا اما الصبح يا اما بالليل، ما بنزودش عن المقدار ده. وكمان لو احنا خارجين بره البيت مش هينفع نسيب اكل رطب قدام القط، ممكن يبوظ، والقطط بتحب دايما الاكل الفريش، فبنحط لها وجبه دراي فود علشان لما تجوع تاكل منها، بيبقى ده للازمات، يعني دراي فود بتاع الازمات اللي بنحطه يوم كامل مثلا للقطه لو احنا خارجين، اكتر من كده ما ينفعش نزود في الدراي فود. يا رب كده اكون وضحت مفهوم السؤال وتكوني فهمتي انا قصدي ايه. بكده النهارده نكون خلصنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور كتير علشان مملكه القطه تكبر بيكم. يا رومي وسلم عليهم، يلا سلم عليهم من قريب، قولهم ازيكم عاملين ايه، بص لهم يا دودو عشان يشوف لون عينك الجميل ده. ولا انت على طول عايز تنام لولا؟ اعمل لهم باي باي، يلا مع السلامه.